شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم المبارك نتحدث به تعالى عن تصورات أولية حول الذنب وحوله. ما هو الذنب؟ وما هي التوبة؟ مرة ننظر إلى الذنب على نحو قضية اتفاقية. الذنب قضية اتفاقية. ما هي القضية الاتفاقية؟ القضية الاتفاقية هي القضية التي لا توجد لها جذور، قضية تحدث صدفة، تحدث فلتة. كانت بيعة فلان فلتة. فلتة قضية ما فيها جذور، ماكو هنالك خلفها عوامل معينة تبعث إليها. يقول: أنا كنت قاعد في ديوانية في مكان، وإذا بي أغتاب صدفة. أنا ما كنت متعمد، صدفة خرجت من فمي كلمة غيبة والعياذ بالله. إذن هذه الغيبة تعتبر قضية اتفاقية. أنا أجيت للبيت وإذا بي فجأة أواجه منظر ما كنت أتوقع، موقف مثير صدفة، اتفاقا، فجأة ثارت أعصابي وخرجت عن الجادة، وأسأت الأخلاق مع الزوجة أو الأولاد. هل الذنب، هل الانحراف صدفة؟ هل الانحراف قضية اتفاقية؟ إحنا كلنا يجب أن نقول: هل توجد هنالك في هذا الكون كله، هذا الكون الذي نعيش فيه، هل توجد في هذا الكون كله قضية اتفاقية؟ وليس في الوجود الاتفاقي، ماكو هنالك شيء في هذا النظام الذي خلقه الله تعالى يعتبر قضية اتفاقية.
وليس في الوجود الاتفاقي، إذ كل ما يحدث فهو راقي لعلل بها وجوده وجب، يقول الاتفاق جاهل السبب الذي لا ينظر نظرة شمولية إلى الحدث إلى الظاهرة، يقول إن هذه الظاهرة وجدت صدفة وجدت اتفاقا. ولكن المحيط بهذا النظام، المحيط بكل الأبعاد التي تتداخل لتصنع ظاهرة معينة، لا يمكنه أن يقول إن هذه القضية قضية اتفاقية. نأتي إلى الموقف، نأتي إلى الذنب، نأتي إلى السيئة التي قد يتورط فيها المؤمن والعياذ بالله. هذه السيئة لها دلالة، هذه السيئة لها إشارة تدل على ماذا؟ تدل على انحطاط الذات، تدل على ضعف الذات، تدل على ضعة الذات. كل واحد منا عادة يحابي ذاته، كل واحد يظن أنه خوش آدمي، كل واحد ينظر إلى ذاته نظرة متعالية. ولكن الذنب الواحد، الغيبة الواحدة، التهمة الواحدة، الكذبة الواحدة تعر الإنسان، مو أمام الآخرين هذا لا يهم، وإنما تعر الإنسان أمام ذاته. في هذه الحالة الإنسان يكتشف ذاته، يكتشف تلك الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: قل كل يعمل على شاكلته. هذا العمل كاشف عن تلك الشاكلة، هذا العمل كاشف عن تلك النفسية، مو قضية اتفاقية. هذه دلالة على طبيعة هذه النفس. إذا النفس ما كانت وضيعة، إذا النفس ما كانت منحطة، إذا النفس ما كانت ملوثة، ما كان يمكن أن يصدر عنها هذا العمل المعين. فهذا العمل كاشف عن تلك النفس. إذن في الواقع الذنب الواحد له دلالات خطيرة، لأنه مرة واحد يكتشف أنه مطرود عن رحمة الله، أنه بعيد عن لطف الله، أن هذه النفس نفس ملوثة. في ليلة واحدة يوسف صلوات الله وسلامه عليه كما ورد يرى رؤيا، وفي تلك الليلة بذاتها يعقوب صلوات الله عليه يرى رؤيا. ولكن هنالك فرق كبير بين الرؤيين. يوسف كما نقل يرى في المنام أنه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنالك الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا كلهم يسجدون ليوسف. هذه رؤيا. ولكن في نفس تلك الليلة يعقوب صلوات الله عليه يرى رؤيا مناقضة، وهذه الرؤيا أن هنالك 10 من الذئاب، 10 مو 11،
يوسف يرى 11 كوكبا، ولكن يعقوب يرى 10 من الذئاب تهاجم يوسف. من هم 11 كوكبا؟ من كانوا؟ إخوة يوسف الذين تجسدوا بصورة 11 كوكبا. ومن كانت الذئاب 10؟ أيضا إخوة يوسف باستثناء بنيامين، لأن بنيامين ما اشترك في هذه القضية. أيضا تلك الذئاب كانت إخوة يوسف. ما الجمع بين هاتين الرؤيين؟ هل كانوا كواكب أو كانوا ذئابا؟ الجواب: الظرف اختلف. يوسف يرى في منامه ظرفا معينا، فترة زمنية معينة، ولكن يعقوب يرى فترة زمنية ثانية. في الفترة الأولى التي رآها يعقوب كانت فترة الحيوانية، هؤلاء كانوا حيوانات ذئاب ولكن بهذه الصورة. ولكن أين انكشفت هذه الصورة؟ انكشفت هذه الصورة عندما قاموا بهذا العمل. كان هنالك واقع، ولكن هذا الواقع كان مغطى، وعند القيام بهذا العمل انكشف ذلك الواقع. ولكن يوسف يرى ظرفا آخر، فترة زمنية ثانية، حينما عاد هؤلاء الإخوة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروا من ذنوبهم. شنو معنى الاستغفار؟ الاستغفار التوبة، مو قضية اعتبارية، مو لفظ واحد يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وإنما هو حركة عكسية. الإنسان عندما اكتشف هذه الذات، عندما عرف انحطاط هذه الذات، يبدأ حركة صعودية إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى التوبة، مو استغفار يعني لفظ. الاستغفار حركة نفسية إلى الله وحركة خارجية إلى الله، يعني انقلاب في هذه الذات. إذا ما حدث انقلاب في هذه الذات، هذه التوبة مو توبة حقيقية. يجب أن يحدث هنالك تحول، يجب أن يحدث هنالك تغيير، الذات تنقلب من حالة الذئب وتتحول إلى كوكب. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تلك كانت مرحلة ما قبل التوبة، ولكن بعد التوبة تحولت الذات وتبدلت الذات، وتحول إخوة يوسف الملوثين إلى أفراد طاهرين. هذا هو الذنب، وهذه هي التوبة. التوبة معناها انقلاب في الذات، حركة نفسية إلى الله وحركة خارجية إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حدثت هذه الحركة، إذا حقيقة واحد في لحظة واحدة، ولو في لحظة واحدة، هذه الحركة، هذا الانقلاب ما يحتاج إلى وقت، ما يحتاج إلى زمان، في لحظة واحدة يمكن واحد يتحول من ذلك الحضيض إلى هذه القمة. يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه بلسانه، ويندم على ما مضى، ويصمم على أن يترك
العودة إلى ما صدر منه، ويصفي حركة نفسية وحركة خارجية. إذا اغتاب واحد يذهب إلى ذلك الشخص ويسترضيه، يذهب إليه يسترضي، أنا اغتبتك اعف عني. إذا أكو هنالك محذور في الاسترضاء لأنه يثير فتنة اجتماعية أو ما أشبه ذلك، يستغفر الله له ويصمم على ألا يعود. هذه هي التوبة. إذا مطلوب لواحد، إذا ماكل أموال واحد، يذهب ويصفي مع ذلك الشخص بقرار واحد في لحظات متواضعة. واحد ينتقل من تلك الحالة إلى هذه الحالة. هؤلاء الشهداء الذين كانوا في كربلاء صلوات الله عليهم، بعضهم سمعتم من الخطباء العظام أيدهم الله تعالى، واحد منهم عثماني، عاش حياته عثمانيا. عثماني كان منحرفا عن علي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن في لحظة واحدة يتغير ويتبدل. واحد منهم عاش حياته مسيحيا، عاش حياته نصرانيا، يعني ضالا، ولكن في لحظات ينتقل من تلك الحالة إلى هذه الحالة. تأتي وتقف أمام قبورهم وتقول: السلام عليكم أيها الربانيون. مسيحي، ولكن في لحظات عندما تبدل هذا الجوهر وتحولت هذه الذات، يتحول من رجل ضال إلى رجل رباني. مو قضية اعتبارية، قضية حقيقية. عندما نقول أنت الذي فتحت لعبادك بابا سميته التوبة، هذا مو باب اعتباري، هذا باب حقيقي تكويني، يعني انقلاب، تبدل من حالة إلى حالة ومن وضع إلى وضع. السلام عليكم أيها الربانيون، وإلى آخر الكلمات التي نقرأها في الزيارة: صلى الله على أرواحكم وعلى أجسادكم، وما أشبه ذلك من هذه الكلمات. هنالك شاب كان يعيش في بني إسرائيل. طبعا تعلمون أنه فترة الشباب هي عادة حقيقة، إذا واحد ما يكون مواظب، إذا الشاب ما يكون مواظب، إذا الشاب ما يكون ملتفت في أعماله وخطواته، هذا معناه أنه في كل يوم يزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. يقول ذلك الرجل: وفعلت ما فعل امرؤ بشبابه. شنو النتيجة؟ فإذا عصارة كل ذاك أثاموا. يعني خلاصة هذه الحياة شنو صارت؟ 10,000 غيبة والعياذ بالله، 1,000 نميمة، 100 كذبة، هذه عصارة هذه المرحلة. وفعلت ما فعل امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثاموا والعياذ بالله. شاب ولوث، هذا الرجل هواي كان ملوث وهواي كان بعيد عن الله، إلى أن تعب منه الناس، تأذى منه الناس. الله سبحانه وتعالى كما ورد في الرواية أوحى إلى موسى أن أخرج هذا الشاب. هذا بعد ما يمكن أن يعيش في هذا البلد أو في هذه القرية، يجب أن يبعد حتى المجتمع يستريح منه.
موسى صلوات الله عليه أبعده، طلع، ذهب إلى قرية ثانية أو إلى مدينة ثانية، ما ارتدى، أخذ يكرر نفس تلك الأعمال في القرية الثانية. تعب منه أهل القرية، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن أخرجه من هذه القرية، فأخرجه من القرية الثانية. هذا الشاب هام على وجهه في الصحراء، راح في الصحاري وعاش مدة في الصحاري، وكان يأوي إلى مغارة في الجبل، هناك كان مكانه. بعد مدة قصيرة تمرض هذا الشاب واشتد مرضه، واشتد هذا المرض، وكان في لحظات الاحتضار، في لحظات الاحتضار في هذه المغارة، في هذه الصحراء المقفرة، ما حد أكو، وحده وحده وحده، إلى من يلجأ؟ منو؟ إلى من يروح؟ مع من يتحدث؟ إلى من يلجأ؟ لم يبق هنالك إلا الملجأ الأخير، وهو الله سبحانه وتعالى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وضع هذا الشاب خده على التراب وأخذ يبكي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وقال لله سبحانه وتعالى: يا الله، إذا كانت أمي موجودة لكانت تبكي على غربتي، وإذا كانت زوجتي وأولادي موجودين لأشفقوا علي وترحموا على حالتي، وقالوا: يا رب، اغفر لهذا الشاب المطرود من قرية إلى قرية ومن قرية إلى مغارة، وإذا كان أبي موجودا لجهزني وغسلني وكفنني ودفنني، ولكن يا رب أي واحد ماكو، لا زوجتي ولا أولادي ولا عشيرتي ولا أبي ولا أمي، ما حد أكو في تلك اللحظات، حتى إذا أكو واحد ذلك الواحد لا ينفع في تلك اللحظات، واحد يشوف أنه بعد كل شيء انقطع عنا، لقد تقطع بينكم، يعني هذه العلاقات الاجتماعية في تلك اللحظة ما تسوى بمقدار فلس واحد، هذه الأموال اللي أفنينا عمرنا من أجلها في تلك اللحظات لا تسوى شيئا، حقيقة شلون تعبير، لقد تقطع بينكم، كلها تنتهي ولا تنفعنا بمقدار الذرة. هذه أوهام إحنا عايشين فيها، هذه العلاقات الاجتماعية التي نصرف أوقاتنا لأجلها كلها أوهام، لكن إحنا الآن في حالة غفلة. هذه الأموال التي نجمعها كلها وهم، لا ينفعك إلا بمقدار حاجتك، أكثر من ذلك أنت فيه خازن لغيرك في تلك اللحظة، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط أمواله لا تنفع، كلها مرة واحدة يلتفت إلى أنه كل كان وهما في واهم، وأنه ضيع حياته والعياذ بالله لا لشيء. يا الله، إذا أحرقتني بنار الدنيا فلا تحرقني بنار الآخرة. أخذ الشاب يقول هذه الكلمات وهو في تلك اللحظات واضعا خده على التراب ويبكي ويندم على ما كان منه. الله سبحانه وتعالى خلق أو بعث ملكا أو شخصاً بصورة أبيه،
لاحظوا الرحمة الإلهية، وبعث حوراء في صورة أمه، وبعث غلمانا في صورة أولاده، وبعث حوراء في صورة زوجته، جاءوا إليه في تلك اللحظات. لاحظوا الرحمة، هذا العبد الملوث الذي قضى حياته في المعصية، ولكن بالتفاتة واحدة، بتوجه واحد، بحركة واحدة، لاحظوا الرحمة الإلهية، التفوا حوله في تلك اللحظات وهو يعالج سكرات الموت. الشاب فتح عينه وشاهد أباه وشاهد أمه وشاهد زوجته وشاهد أولاده حوله وهم يبكون عليه، فرح بذلك. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرجه من الدنيا فرحا مسرورا. شوفوا، لاحظوا الدقة، لاحظوا الرحمة، لاحظوا العطف. ففرح بذلك ومات فرحا مسرورا. الله سبحانه وتعالى أوحى لموسى: يا موسى اذهب إلى المغارة الفلانية، فإنه مات بها ولي من أوليائي، إني قد رحمت ذلته وغربته وتواضعه. هذه لحظات الذلة أمام الله سبحانه وتعالى، لحظات الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، تحول شقيا من الأشقياء إلى ولي من الأولياء. إحنا في هذا الشهر المبارك، إذا واحد في هذا الشهر المبارك لا يلتجئ إلى الله، في أي شهر يلتجئ إلى الله؟ إذا في هذا الشهر المبارك إحنا ما نتمكن ننتصر على الشياطين، ذول الشياطين اللي يمنعون عن كل خير، متى ننتصر على الشياطين؟ إذا واحد في هذا الشهر المبارك ما غير ذاته، في أي وقت يغير ذاته؟ فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. الإنسان يحاول في هذه الأيام، ونحن على أعتاب ليالي القدر المباركة، حيث يسجل في هذه الليالي مصيرنا إلى العام القادم. كل خير، كل شر، كل تقدير، الصحة، المرض، الحياة، الموت، المشاكل، كل شيء يسجل في تلك الليلة. واحد يحاول في هذه الأيام أن ينقل هذه الذات من هذا الحضيض الذي ورطنا أنفسنا فيه إلى تلك القمة التي دعانا الله سبحانه وتعالى إليها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين، وأن يجعلنا من التائبين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.